عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء تقاصد من هجن زعبيل مع راشد بن محمد بن روشد. نعود مع اللحظات ايضا الاخيره والتوقيت الزمني توقيت المركز الاول. مشاهدينا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني 9 دقائق. التوقيت الزمني 8 دقائق و59 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس الهجن الرئاسة، تهانينا لراشد بن محمد بسم المنصوري على هذا الأداء المميز. واللحظات الأخيرة المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالية. توقيتها الزمني 8 دقائق و59 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما من حل المركز الثالث كان قاصد من هجن زعبيل وقدم الأداء المميز بتوقيت زمني مقداره 8 دقائق و59 ثانية و7 من الأجزاء. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لراشد بن محمد بن روشد. هكذا مشاهدينا الأعزاء كان هذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة. هذا الميدان ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، لينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا الثاني عشر والذي يحمل تحديات الأفكار. نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة أسير إلى الشاهنية من هجن العاصفة بقيادة المضمر غيات الهلالي. بينما المركز الثاني هنا، بينما المركز الثاني التواجد هنا من اشتباك من هجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. انتقل الى المركز الثالث واجد الماجدة من هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المرياتي بعملية التضمير. بينما المركز الرابع هنا الحضور والانطلاق من هوايل من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري. وخامس المراكز تحرك جميل وانطلاق مميز هنا من الحذرة من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وسادس المراكز وصلت في مرضية من هجن الرياسة يضمرها الظافر علي بن يميل الوهيبياتي هنا في هذه الانطلاقة. بينما المركز السابع انطلاقة جميلة هنا بانطلاقة مزنة بشعر اسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي في عملية التضمير. انتقل مباشرة الى المركز الثامن وثامن المراكز، نوادر ل سعادة الشيخ محمد بن قاسم بن عبد العزيز الثاني وحمد بن محمد بن هادي الجربوعي المري بالتضمير. تدخلت الشاهنية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي هنا يأتي من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. بينما نقلتنا التالية إلى المركز التاسع وتاسع المراكز، وصلت مزنة من هجن المرقاب وخميس بن سعيد الغوشري الزرع ياتي ايضا لعملية تضمير والتدريب. نقلتنا التالية الى 10 المراكز وهناك متعبة من هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالتضمير. هكذا هي النتيجة وهكذا هو التحدي الجميل هنا في أرضية هذا الميدان ميدان المرموم وتحديات الأصايل من انطلاقاتها وتحدياتها الجميلة. عود إلى الشاهنية وإلى هجن العاصفة وإلى المضمر غيات الهلالي، من يسير وينطلق ويندفع باندفاع متميزة ورائعة للقاية هنا على المركز الأول. ولكن بدأ هنا الهجوم
المميز من الجانب الآخر بانطلاقتها وتحديات اشتباك من هيجن تاجم الزبار وناصر بن حمد بن مصر الشهواني، وتحركت أيضا هنا الحذرة من هيجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بالتضمير، والقدوم الآخر مع المركز الرابع وصلت أيضا هنا الماجدة من هيجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل ياتي بالتضمير والتدريب هنا من خلال هذه التحديات والانطلاقات. وصلت هواي المحقق الرئاسة وراشد بن محمد بسمة المنصوري يتقدم هنا على المركز الخامس. سادسا تحركت هنا نوادر أيضا في هذه اللحظات، هذه نوادر من هيجن سعادة الشيخ محمد بن قاسم بن عبد العزيز الثاني وحمد بن محمد بن هادي الجربوعي بالتضمير، والتحرك الآخر يبدأ هنا بانطلاقتي وتحدياتي الشهنية من هجن العاصفة مع قياده الهلالي ومرضي قادمة بشعار هجن الرياسة مع علي بن ميل الوهيبي، وتحرك هنا في هذه اللحظات وصلت مزنة وتقدمت بهذه الانطلاقة الجميلة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسهري بن سالم بالعرطياتي بعملية التضمير والتدريب والعناية، وهنا الوصول هنا متعبة قادمة متعبة متحركة بشعار هجن الرياسة والتضمير معك يا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا من خلال هذه التحديات والانطلاقات الجميلة. ما شاء الله على هذا الأداء الكبير، هنا وصلت هنا تحركت هنا انطلقت مع اندفاعتي هذه الاندفاع الكبير اللي وصل اللي تحركت الشانية من هجنة العاصفة مع غيات الهلالي، وكذلك القدوم من العيد هي وصلت من هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل هنا يقدم هذا الأداء الجميل والشحانية من هجن زعبيل تتقدم هنا مع هذه الاندفاع الجميل. مصيحة قادمة هنا من هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بن مروشد يا بهذا الشعار، وتحركت أيضا وتقدمت أيضا ووصلت في هذه اللحظات هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد أنهيان وعوض بن مبارك المهيري يضمرها يدربها يقدمها، ولكن وين هنا الإبداع الجميل مع المسار الأجمل مع المسار الأروع مع التحديات الكبيرة التي تقدمها الأصايل وتحديات هذه الاندفاع مع الانطلاق الأخير هنا في هذا المسير هنا في هذا التحدي. متعبة متعبة يا متعبة يا متعبة، هي على المركز الأول هي على الصدارة من هجن الرياسة، والتضمير معك يا بن زيتون محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ما شاء الله شوف تابع شاهد راقب ما شاء الله الإبداع الجميل الانطلاق المثير، هكذا 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 الإبداع ولا فلا، هكذا الإمتاع ولا فلا مع اللحظات التي تحمل الإبداع الأخير رياسية رياسية هنا مع المجازفة، ولكن القادمين وصلت الشاهنية من هجن العاصفة وتقدمت أيضا شعار هجن الرياسة مع انطلاقتي المستحيل ومع سمحة، ولكن خلاص متعبة تكفل على الشوط من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شهنية من هجن العاصفة، ثالثا سمحة من هجن الرياسة، رابعا بشعار سمو الشيخ اللي سعادة الشيخ محمد بن قاسم بن عبد العزيز الثاني، والمركز الخامس من هجن الشحانية الماجدة. إذن متابعينا الكرام هكذا هي النتيجة والانتصار انطلاق المثير. نعود للتوقيت الزمني هنا.
هنا نعود بالتوقيت الزمني لمتعبة حيث وصولها إلى خط النهاية 8 دقائق 57 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والثانية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شهنية من هجن عاصمة مع غياث الهلالي 8 دقائق 58 ثانية وأيضا خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما سمحة أتت بالمركز الثالث من هجن الرياسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري وتوقيتها الزمني لحظات وصولها هنا 8 دقائق 59 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدينا متابعينا الكرام من كل مكان، سعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي المثير، شوطنا 13 المخصص للجعدان لأصحاب السمو الشيوخ مع هذه الشعارات الجميلة المشاركة في هذا الحدث.